نعم منى، تجتمع ثلاث نقاط أساسية هنا، هي عنوان هذه المظاهرات التي اجتاحت سريلانكا أو العاصمة كولومبو مدة 99 يوم. غدا تكمل هذه المظاهرات يومها 100. صحيح أن الرئيس استقال، نتحدث عن رئيس راجاباكسا، لكن المعارضون، نتحدث عن المتظاهرون الشباب، هم أغلبيتهم من الشباب، قرابة 1,000,000، مئات الألاف حجوا من ربوع سريلانكا إلى هذا المبنى خلفي، وهو سكرتارية الرئيس. كان برلمان قديما، كان مبنى برلمان، بعد ذلك حوله الرئيس المستقيل إلى سكرتارية الرئيس. باتت هذه المنطقة للمتظاهرين والمعارضين له، حولوا الداخل إلى مكتبة يتبرعون بها بالكتب التي تدافع عن الديمقراطية وعن التدبير المالي بطريقة نزيهة كما يرى المعارضون. رئيس الوزراء الأسبق الذي أصبح الآن هو رئيس مؤقت للبلاد، من المنتظر يوم الأربعاء المقبل أن يصوت عليه مجلس النواب ببرلمان بعدده 225 برلمانيا. لكن المعارضون يرون أن رئيس الوزراء الأسبق، أن نتحدث عن المعارضة الشبابية وليس المعارضة السياسية، المعارضة السياسية تدعو إلى الهدوء وترى أن ما تم تحقيقه إنجاز وتدعو الشباب إلى الهدوء، لكن في عندما تحركت كاميرا الغد إلى هذا المبنى والتقينا الشباب داخل هذا المبنى، هم لا يزالون هناك، والشعارات تقول أن تطالب بالتغيير، الشعارات باللغة السريلانكية خلفي، يقولون أن رئيس الوزراء الأسبق الذي أصبح رئيسا للوزراء مؤقت، أصبح رئيسا للبلاد مؤقت خلفا لراجاباكسا، يعتبر من نفس الطيار ومن نفس الحليف، وبالتالي هم يريدون دماء جديدة، يريدون تغيير جذري. المعارضة السياسية على لسان زعيمها ساجيد قالت أنه يجب أن تعطى فرصة ل 24 شهرا لمرحلة انتقالية يكون فيها رئيس الوزراء الأسبق رئيسا حاليا، وبعد ذلك تتم انتخابات دستورية. المحكمة العليا منعت أخوي الرئيس السابق الذي رحل أو لجأ إلى سنغافورة، منعتهم من مغادرة البلاد حتى يوم 28 من يوليوز، وهي مرحلة التحقيق. الشرطة السريلانكية كذلك تحقق في مبنى القصر الرئاسي لأعمال وصفتها بطبيعة جنائية بعد اعتداء وتخريب طال بعض المناطق داخل القصر، كما طالت بعض أعمال التخريب هذه المنطقة كذلك. لكن المتظاهرون حجوا بمئات الآلاف واقتحموا هذا المحيط، سواء سكرتارية الرئيس أو كذلك مسكن أو القصر الرئاسي حيث يقطن الرئيس. وبالتالي التغيير بالنسبة للمتظاهرين الشباب لم يتحقق بعد، طالما أن الخلف سيكونون من كانوا يعملون مع الرئيس ومن مؤيده ويطالبون بدماء جديدة. المعارضة السياسية كما قلت لك منى تطالب ببعض من الوقت، وبأن مدة 24 شهرا للانتخابات المقبلة تكون فيها خريطة دستورية قد وضعت البلاد على الطريق الصحيح. الأزمة الاقتصادية منى هنا خانقة، السيارات تكاد تتحرك بشكل قليل بسبب شح في الوقود، وكذلك هناك شح في المواد أو في بعض المواد الغذائية، وبالتالي الأزمة الاقتصادية الخانقة هي من دفعت بالشباب بأن يستعمروا هذا المقر الرئاسي أو السكرتارية الرئاسية، وأن يطالبوا بأن لا خروج من هناك إلا بعد التغيير. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من كولومبو مراسل الغد محمد الفيني، شكرا لك.